زملائي وكل أصحابي، ومن أصغر عامل أكبر حد معانا في المسلسل أنا بشكرهم وبتمنى الخير لكل، واللي ما توفقش السنة دي توفق السنة الجاية. وإحنا بجد كل هدفنا إنكم كنتوا تتبسطوا وإن إحنا نسعدكم. العمال تعبوا كتير، كنا بنشتغل بال16 ساعة وبال18 ساعة. الحقيقة محمد سامي عمل مجهود رهيب، والعمال الحقيقة اشتغلوا معانا وتعبوا معانا، مديرين التصوير والإضاءة والمصورين والإكسسوار والصوت مجموعة كبيرة جدا جدا جدا، كل دول تعبوا وسهروا علشان نساعدكم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل زملائي بألف خير، والسنة الجاية ان شاء الله يا رب دعونا نتقابل في عمل احلى واحلى. كل سنة وانتم طيبين. مفيش علبة كحك جات لغاية دلوقتي، بس مفيش، ما جاتش لصفصف علبة كحك لغاية دلوقتي الا بسكوتة ولا بتشوفوا رايا عدت من قدامها، ما عدتش. كل سنة وانتم طيبين، معلش ماشي.